إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا فيه هو تلك العقبات السبع التي تعترض العبد ويحاول الشيطان أن يستدرجه من خلالها وذلك تحت عنوان الشيطان ملحاح بطيء اليأس. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن للعبد في الذنب نظرا إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، ونظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء. ثم قال: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. وكيف أن هذا الشيطان يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. أولى تلك العقبات عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإن عجز أن يوقعه في ذلك انتقل إلى العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، فإن عجز أن يوقعه في ذلك طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر. فإن عجز وقطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، وهونها في عينه حتى يحقرها ويتمادى فيها، فإن نجا منها بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها يشغل بالمباحات حتى يترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. فإن نجا من هذه العقبة طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة، فأشغله بها عن الأعمال الفاضلة، لأنه إن عجز أن يفوت عليه أصل الربح يحاول أن يفوت عليه كمال الربح. فإن نجا من تلك العقبة فإنه يطلبه في العقبة السابعة وهي أن يسلط عليه أذى الخلق. يقول: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ وهذا في العقبة السادسة، عقبة الانشغال بالأعمال المرجوحة المفضولة عن الأعمال الفاضلة أو الراجحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. فإن نجا منها، إن نجا من العقبة الثالثة بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله عز وجل ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح: ساعة
سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث. فحتى الاستغفار مع أن كله ذكر لله، لكن هناك ما هو أفضل من الصيغ بدليل قوله هنا سيد الاستغفار. وفي الحديث الآخر بيّن أن الجهاد هو ذروة سنام الأمر، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإذا نجا مما سبق، ويلاحظ أن العقبات السابقة ست العقبات السابقة كلها مطلوبة في العبد أن يؤتى العبد من نفسه، هذه العقبة الأخيرة لا يستطيع الشيطان أبدا أن يأتي العبد من نفسه، بمعنى أن الكفر هو الذي يفعله أو الكبائر أو البدع أو الصغائر أو المباحات أو الأعمال المرجوحة، هذه كلها تنشأ من نفسه. فإن عجز عن ذلك سلط عليه الآخرين من خارجه. يقول فإذا نجا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى عقبة واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني يشير هنا إلى أن هذه العقبة عقبة محتمة لا بد لمن اتبع الأنبياء أن يبتلى بها. يقول وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، بمعنى أنه كلما علت مرتبة العبد عند الله سبحانه وتعالى أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، يعني لا أمل على الإطلاق أن ينجو منها من ارتضى السير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، المراغمة بمعنى المغايضة، يعني أنه كلما ابتلي وحرب في دينه كلما زاد ثباته على هذا الطريق وزاد تمسكه بما امتن الله سبحانه وتعالى عليه به، فيغايض أعداءه بمزيد من الثبات على دينه والتمكن منه. يقول ولا ينتبه لها أي لهذه العبودية إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كما ذكرنا مراغما يعني مكانا آخر يستطيع أن يقيم فيه دينه ويحسن حاله مع الله عز وجل ويصلح دينه ودنياه، فبالتالي يسوء ذلك عدوه الذي كان يضطهده ويؤذيه ويبتليه في دينه. ثم المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه ويصلح فيه حاله حتى إنه لا يغايض بذلك عدوه الذي أخرجه من مكانه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا يغيظ المؤمنون الكفار إلا طبعا إذا كانوا في وضع أفضل منهم، في وضع القوة والعزة والمنع، فحينئذ يتمكنون من مغايضة أعداء الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فانظر إلى قوله تعالى هنا ليغيظ بهم الكفار، وهذه أيضا إشارة إلى عبودية المراغمة. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وطبعا هذه المغايظة كما قلنا بأن يكون المؤمن في وضع أقوى، قوة بكل أنواع القوة، في وضع عزة ومنع وتمسك في دينه. ولذلك الكفار إذا رأوا مسلما منتسبا إلى الإسلام بمجرد الإثم هم أيضا يعادونه، ولكن بقدر محدود. لكن كلما زاد تمسك الشخص بدينه حتى لو لم يؤذه ولم يتعدى حدوده، لكن بمجرد أنه يظهر عليه علامات التمسك بالدين فإن ذلك يغيظ الكفار أكثر، كلما رأوا يعني العبد متمسكا بدينه أكثر. يقول ابن القيم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين وقال إن كانت صلاته تمة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية كانت ترغيما للشيطان، وسمهما المرغمتين. سجدة السهو سمهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين لأنهما تغيظان الشيطان، لأنه إذا رأى العبد يسجد فإنه يعتزل ويبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، ويعني يتذكر ما كان منه ويغتاظ لذلك. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو الذي هو الشيطان وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح. هذا هو علاقة هذا النظر بالموضوع الأصلي، أن العبد إذا وقع في الذنب فإنه له نظرا إلى أشياء كثيرة، مما ينظر إليه كما ذكرنا النظر الرابع أن ينظر إلى من الذي أمره فأطاعه، من الذي أمره بالمعصية. فإذا نظر إلى أن الشيطان هو الذي أمره بهذه المعصية ليستدرجه من خلال إحدى تلك العقبات، حينئذ فإنه يجتهد في مراغمة هذا العدو، وأن يتعبد بعبودية المراغمة، يغايظ الشيطان بأن يتوب توبة نصوحة، فإذا هذه المراغمة تحدث له عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن هذه من النكات والفوائد النادرة التي بالفعل يتعذر بل يتعثر أن نجدها في غيره من المصنفات. ولما كان هذا الموضوع على هذا القدر من الأهمية نتوقف قليلا عند هذا الأمر، وهو متعلق أيضا بعبودية المراغمة، وبعبارة أخرى سنة الابتلاء. ونقتصر على بعض الفوائد كتبها الشيخ حسين ابن محمد ابن علي جابر رحمه الله تعالى حينما ناقش مفهوم طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يناقش أن طبيعة هذا الطريق من اختار طريق الله عز وجل فلا بد أن يعد العدة للبلاء، لأن لكل طريق ضريبة. يعني إذا إنسان دخل يسافر مثلا في الطريق الصحراوي مثلا، علشان يمشي في هذا الطريق لابد أن يدفع ضريبة قبل أن يمضي في هذا الطريق، وطبعا هذا مثل فقط للتقريب. فأيضا من سلك طريق الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يستعد للبلاء، فإن من خلق للجنة أتته هداياها من المكاره والابتلاءات، ومن خلق للنار أتته هداياها من الشهوات وملاذ الدنيا ومتاعها.
وهذه السنة سنة حتمية، هي لا تقتصر على أهل الإيمان وأهل الطاعة. الابتلاء بعض الناس يتخلى عن الالتزام بدينه خوفا من الابتلاء، يظن أنه ينجو بذلك من البلاء. لا، هو كل إنسان يبتلى، لأن الحياة الدنيا هي كلها ابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والابتلاء يتنوع، فهي الحياة كلها ابتلاء في جوهرها، امتحان وابتلاء. فلا يظنن ظان أنه إذا انحرف عن طريق الله عز وجل أو فرط في أمر دينه فإنه ينجو من الابتلاء. لا، هو لن ينجو من الابتلاء، ولكن الفرق شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالشاهد أن كل إنسان يبتلى، لأن الإنسان مدني بطبعه، ومعنى ذلك أنه لابد أن يعيش مع ناس ومع مجتمع، هذه فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان. فإذا عاش مع أناس يوجد فيهم من يخالفونه في أمر الدين وأمور التوحيد وكذا، والناس يحبون منه أن يوافقهم على أهوائهم، فإن وافقهم خوفا من أن يبتلوه ربما سلط الله سبحانه وتعالى عليه هؤلاء الذين وافقهم في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأيضا من تمسك بدينه وصبر على مخالفة الناس فإنه أيضا يبتلى، لكن الفرق في الابتلاءين أن ابتلاء المؤمن لابد أن تكون العاقبة للتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طبعا هذه العاقبة ليست فقط في الدنيا، ربما تكون في الدنيا وربما تكون فقط في الآخرة، الله أعلم بما يصلح العبد من ذلك، لكن النهاية الحقيقية لا تتم هنا على الأرض، وإنما تكون هناك في الدار الآخرة، حيث العاقبة للتقوى بكل معانيها وبأجلى معانيها، كما يبين ذلك يعني آيات كثيرة من القرآن الكريم. يقول: إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبدأ بنشر وبث هذه الدعوة، ثم اجتماع الذين يستجيبون لهذه الدعوة على تعاليمها، ثم إخضاع المعارضين لها من أعداء الدين وإجبارهم على التنحي عن طريقها كما حصل من الأنبياء والمرسلين، ثم يبين بعد ذلك طبيعة تلك الطريق التي هي ابتلاء واختبار وامتحان، لأن الإنسان مدام يختار طريقا فلا بد أن يكون على بينة وعلى بصيرة من أمره. طبيعة هذا الطريق هي طبيعة شاقة على النفس البشرية. أيضا قبل أن نستطرد بينا حتمية هذا الابتلاء لكل الناس، فلا يبتلى فقط أهل الطاعة، كل القوم يبتلون لكن يختلفون في العاقبة وفي النهاية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون لما يصيبكم من الجراحات والمقتلة والابتلاءات فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق: وترجون من الله ما لا يرجون. لماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا هو الفارق الأساسي في قضية الابتلاء. يقول: إنها طبيعة قد تكون شاقة على النفس البشرية، ولكنها تنتهي بالصابر عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة تنسي من رزقه الله تعالى دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق إليها. يعني يؤتى بالرجل من أنعم أهل الأرض، كان أشد أهل الأرض نعيما من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ثم يؤتى برجل من أهل الإيمان من أشد الناس بلاء ومعاناة في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، يصبغ أو يغمس في الجنة ثم يخرج منها ويقال له:
هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن يدخل الجنة ينسى تماما كل ما عناه من قبل من شقاء ومن ابتلاءات. جنة تنسي من رزقه الله تعالى دخولها كل مشاق ومتاعب الطريق إليها. هذه الجنة هي التي سار في الطريق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وعورتها وعقباتها حتى دخلها. فمر الرسول عليه السلام على نفس الطريق الذي مر عليه الأنبياء والمرسلون وأتبعهم منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، مضى في هذا الطريق إلى نهايته ورأى فيه كل هذه المشاق وهذه العقبات إلى أن دخل هذه الجنة. حينئذ أعلن لنا بإيجاز بديع عن طبيعة هذه الطريق وما ينبئك مثل خبير، فإنه قد سلكها عليه الصلاة والسلام. فلخص لنا طبيعة هذا الطريق في قوله حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، يعني لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بعد أن تبتلى وأن تجاهد نفسك وشيطانك وهواك وعدوك. حفت الجنة بالمكاره كما في صحيح مسلم والترمذي. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطريق فلقي فيها الساخرين المستهزئين، ولقي عليها المعتدين الآثمين. رأى على جوانبها السجون والمعتقلات، رأى في منعطفاتها أدوات القتل والفتك والتعذيب، رأى رفاقة من الرهط الكرام وهم ينشرون بالمناشير فيقسمون قسمين، رأى الذين تمشط لحومهم بأمشاط الحديد، رأى الأخدود وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين، رأى المصلوبين والمشنوقين والمؤتدين بالأوتاد، رأى وعلم علم يقين كل هذا، فعبر عن ذلك بذلك التعبير الصادق حفت الجنة بالمكاره، ليبين أن هذه هي طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأكد الرب سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتابه العزيز على طبيعة تلك الطريق، فقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وكما قلنا مرارا من قبل ولما يعلم الله علم شهادة، لكن كعلم غيب يعلم الله ذلك قبل أن يقع، لكن هذا علم شهادة يعني بعد أن يقع. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. على الجانب الآخر من هذه الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد مصارع أولئك الساخرين المعتدين، رأى نهاية كل الطغاة والجبابرة إلى جهنم يسحبون وبئس القرار، رأى تلك المشاهد المرعبة والعواقب الوخيمة ثم أخبرنا عنها لتطمئن القلوب المؤمنة إلى نهايتها ونهاية أعدائها. عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوع الثاني من طبيعة طريق المسلمين المؤمنين، جانب ما بعد النصر والتمكين. والابتلاء كما قلنا يتنوع، هناك ابتلاء بالشدة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان يبتلى بالشر كما يبتلى بالخير، وكما يقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من قدرت عليه أكون قد أهنته، لكن كلاهما مبتلى. أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي ذاك بالمحن لأنظر أيصبر أم يجزع. فعاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة
النوع الآخر من الابتلاء وهو ما بعد النصر والتمكين، جانب بسط النعمة في المال والأهل والولد، وهو الجانب الذي يخشى على المؤمنين خطره، الجانب الذي يرافق الإنسان فيه غرور النصر والتمكين، وهو الذي يحس الإنسان فيه بثقل اللحم والدم وجاذبية الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، وهو الجانب الذي يجلب الإنسان إلى الدعة والراحة والاطمئنان، ومن ثم يسقط في أثناء الطريق، يسقط في متاهات الغرور والمتاع المؤقت الزهيد. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا جانبي الطريق، وذاق طبيعة كل منهما، ذاق أشد الأذى من قومه فصبر وثبت حتى نهاية الطريق، ثبت وصبر صبر أولي العزم من الرسل، تجلى عزمه وإصراره في كثير من المواقف لعل أجلاها وأوضحها، جواب عمه أبي طالب حينما حاول أن يثبطه عن الدعوة. طبعا الرواية المشهورة هي: يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذا لا يصح، وإنما معناه صحيح في رواية أخرى بنفس هذا المعنى. عرض عليه كل عروض الجانب الثاني من زينة ومتاع، فقد أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما، صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أعرض عن متاع الدنيا وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أعرض عنه فعاش في الكوخ والعريش ونام على الأرض والحصير. أعرض عنه بكبح كل جاذبيته ومغرياته، كبح النفس عن حب الدعة والمتاع، ممتثلا قول الرب تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وكبح الأزواج عن جذبه إلى أحضان ذلك المتاع الزائل، كبحهن بقول الله سبحانه وتعالى: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي طبيعة ذلك الطريق، ومفهومها ينبغي أن يكون واضحا لجميع من ينتمي إلى الدعوة إلى الله، ليكون على بصيرة من أمره قبل ولوج تلك الطريق. وحتى يبصر المستجيبون للدعوة لهذه الطبيعة كي لا يسقطوا في أثناء هذه الطريق. تحدث القرآن الكريم مبينا طبيعة تلك الطريق، وحصر الابتلاءات في نوعين: الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، كما في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من أنواع الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمن أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه. ومن الفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومن الفتنة فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعا وهم يهتفون به ليسالم وينادونه باسم الحب والرحم واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى والهلاك. ومنها فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجحين ولا يحامي عنه أحد. ومنها فتنة الغربة في البيئة والاستحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في دنيا الضلالة وهو في طريق غريب. ومنها فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية متحضرة في حياتها ومجتمعها، ويجدها غنية في نفس الوقت الذي تشاق الله تعالى وتحارب دينه. منها فتنة الشهرة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم،
وهي الطامة لأنها مؤيدة بطبع الإنسان وفطرته. ومنها فتنة إبطاء النصر وطول الطريق، ومنها فتنة الغرور والاتكال على النفس بعد النصر. كل هذه الفتن تعرض للمؤمن في طريقه، والفائز هو الذي يستطيع أن يتجاوزها وهو ماض في طريقه إلى الله عز وجل وإلى جنته. فصل القرآن الكريم الأهداف من وراء هذه الطبيعة لطريق الدعوة الإسلامية. هذه الأهداف كلها تصب في هدف واحد هو الوصول إلى الأحسن عملا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا، وإنما جعل المناط هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كي تصلح الحياة البشرية كلها لا بد أن تصلح حركات وأفعال الإنسان. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى ذلك محكا لتمييز الطيب والخبيث من تلك الحركات والأفعال. هذا المحك ليحصل به الفرد والتمحيص والتخليص. فطبيعة هذا الطريق هو تمحيص الناس والوصول إلى الصالح من الناس من خلال أفعاله، لأن ذلك هو السبيل لصلاح البشرية كلها. مثال لهذا الأمر قصة طالوت مع الملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إلى أن قال أيضا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إلى قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انظر إلى الفرد والتمحيص مرحلة بعد مرحلة لتصفية هؤلاء وللوصول لهذه الصفوة التي بها وعلى أكتافها يصلح أن تقوم الدعوة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه القصة بدأت بقوله تبارك وتعالى موضع الشاهد قوله فلما فصل طالوت بالجنود، قرر طالوت أولئك الجنود على المحك، يعني اختبرهم بهذا المحك مرة بعد مرة في عملية الفرز والتمحيص المستمرة يصل بموجب هذا المحك إلى المعدن الذي يمكن أن يدخل به المعركة، فلا يتخاذل ولا يتراجع. فكانت أولى مؤهلات طالوت نفسه وزاده بسطة في العلم والجسم، فلضخامة المهمة الملقاة على عاتق جيشه وضع لها أو اختير لها شخص مؤهل بهذه المؤهلات. فهذه المهمة تتطلب معدنا من الرجال تصمد إرادتهم أمام الحرمان أمام الجوع أمام العطش كما رأينا، وتستعلي على الضرورات وتصبر على المتاعب والمشاق. وأدرك أن الطريق إلى تلك المعادن كي يصل لانتقاء هذه المعادن التي تصلح لبنات في هذا الجيش الإسلامي أن يبتليهم ويختبرهم ليميز منهم الخبيث والهش،
وليبعد بذرة الضعف والخبل، وينحي ذوي الهزيمة والخذلان ليميزهم ويبعدهم عن اللبنات المؤمنة الموقنة، عن المعادن الصابرة الثابتة المستعلية على كل قوى الأرض وجبروت أصحابها. كان لطالوت النتيجة التي كان يرجوها غربل الجيش بالعطش، فخرج الذين لا يمكن أن يصبروا على شهوات ذواتهم وهم الكثير، بدليل قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذه أول غربلة، ثم غربله مرة ثانية في صورة ذلك القليل الذي لم يشرب وصبر على رغبات نفسه ومتطلبات شهواته، غربل تلك الفئة القليلة ولم يقل لم يبق من الجيش إلا القليل، فأقف عن الغربلة حتى لا ينفض من حولي، لم يقل ذلك ولكنه مضى في تلك الغربلة، لأن الميزان عنده ليس الكثرة ولكن الميزان وجود الإرادة الصامدة ولو في شخص واحد. ولقد صدق ميزان طالوت وتقررت نهاية المعركة برجل واحد وهو داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقتل داود جالوت، غربلها بتضخيم قوة جالوت وتقليل قوة الفئة المؤمنة، فخرج منها الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، هؤلاء تخاذلوا وتراجعوا مع أنهم نجحوا في الغربلة السابقة، ولم يثبت إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله واتحدوا مع طالوت في الميزان، وأيدتهم عليه السماء في صورة قاعدة عامة تتكرر كلما توفرت لوازمها. تلك القاعدة هي ما جاء في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لكن فئة مكونة من هذه اللبنات المنتقى المغربلة التي استعلت على هذه الشهوات. تلك القلة المؤمنة هي التي برزت لجالوت وجنوده فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالعبرة هنا أن طالوت عليه السلام لم يغتر بحماس الكثرة وهو يسمع دوي الهتاف يهتفون مخاطبين نبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كانوا هم الذين يهتفون ويطالبون نبيهم بهذا النداء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا إلى آخر الآية. لم يكتفي بمحك واحد لنفوس جيش بل عرضهم لتجارب متعددة إلى أن توصل إلى المعدن الذي يريده غير مكترث بالعدد والكثرة، وهي عبرة علينا أن نقف أمامها كثيرة، فلا يصلح هؤلاء الهتافون لأن يدخلوا في مهمة قبل أن يحصل الامتحان والاختبار والتمحيص والتدرب على مواجهة هذه الفتن. إذن لابد من التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. قلنا إن الابتلاء كل إنسان معرض له بأنواع كثيرة، يعني الإنسان الذي يتمادى في الطغيان كما نرى من قوى الكفر الآن في مشارق الأرض ومغاربها، وكما نرى من الأمة المغضوب عليها أمة اليهود لعنهم الله كيف العلو والبغي، كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الذين يفتنون بحضارتهم المادية وقوتهم وغناهم وثروتهم ونحو ذلك، وكأنهم يقولون ويرددون قول سلفهم من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا أيضا ابتلاء، كل إنسان يبتلى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإنسان في كل أحواله هو مبتلى، في النعمة مبتلى، في المحنة هو مبتلى، في الصحة مبتلى، في المرض مبتلى، في المعاناة مبتلى، أي نوع من أنواع المعاناة هو ابتلاء لينظر الله سبحانه وتعالى كيف تتصرف في مثل هذا البلاء. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
فلا شك أن المسلمين وبالذات من ينتمون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم جزء من هذه الكينونة، هذا الكيان الإنساني. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فلما كان المؤمن من بني الإنسان فهم أيضا يبتلون، بل في الحقيقة المؤمن يبتلى أشد من غيره، بل أكثر من ذلك الأنبياء هم أشد الناس بلاء. وذلك لما دخل بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته وجد الحمى شديدة جدا عليه وتعجب لذلك، قال لهم ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كذلك معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ليضاعف لنا الأجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلاء، إلى آخر الحديث. فإذا الابتلاء له فوائد عظمى بالنسبة للإنسان وبالنسبة للمؤمن بالذات. فلا بد من هذه السنة الحتمية، سنة محتمة، كما نلاحظ أن خبر الابتلاء اقترن بخبر ميلاد هذه الدعوة المحمدية حينما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وحصل الموقف المعروف، فرجع إلى خديجة وصحبته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب العبراني، فبمجرد أن قص عليه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بادر ورقة ابن نوفل إلى قوله هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا هو الوحي الذي أنزل الله على موسى. طبعا هنا ملاحظة الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى عليه السلام وإن كان هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين نبينا نبي، إلا أن شريعة عيسى أو رسالة عيسى جاءت مكملة لإيه؟ لشريعة موسى عليه السلام. ولهذا نظائر أيضا الجن مثلا حينما استمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كذلك النجاشي قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. هناك ربط دائما بين محمد عليه السلام وبين موسى وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل، كما في صدر سورة الإسراء وكما في سورة القصص، لوجود تشابه كثير جدا بين موسى وبين محمد عليهما الصلاة والسلام. فإذا رجعنا هذا الموقف وماذا قال ورقة ابن نوفل حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بميلاد هذه الرسالة، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومه. منذ البداية اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاء، يا ليتني فيها جذعا، لأن ورقة بن نوفل كان شيخا كبيرا قد فني طعن في السن جدا، فتمنى بليت، لأن ليت للإيه؟ لتمني ما لا يكون، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيخ، لأن الشباب لا يعود. فقال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال أوى مخرجي هم؟ فانظر إلى إجابة ورقة، قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لابد أن تقع له العداوة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشف ورقة أن توفي وفتر الوحي. فكما ذكرنا اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاءات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود كما هو معلوم، الذي قال له ذلك الراهب لما رأى من كراماته قال له أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل عليه. أيضا إعمال لنفس هذه السنة، هذه القوانين دي مثل القوانين أو السنن التي نسميها نحن مثلا قوانين الفيزياء وقوانين المغناطيسية والقوانين الكهربائية وكل هذه الأشياء سنن أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، وهذه أيضا من السنن التي لا تتبدل ولا تتحول، أنه لا بد للإنسان من أن يبتلى بصورة أو بأخرى. ولما
جاء خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرقه ثم يقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. ثم بشرهم بالأمل في المستقبل وأخبر أنه سوف يأتي يوم يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذا توقفنا عند هذا الحديث نستخرج منه ونستنبط الكثير من العبر والفوائد. فأولا هؤلاء الصحابة لما لقوا من المشركين الشدة والأذى والاضطهاد والتعذيب كما هو معلوم فزعوا إلى الرسول عليه السلام وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، حينئذ طلبوه بأن يزول عنهم هذا البلاء، ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تطلب من ربك أن ينصرنا حتى لا يقع هذا التعذيب وهذا الابتلاء. فانظر السؤال أساسا كان من أجل إيه؟ الاستنصار. وإن كان هناك حديث آخر وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، بعض العلماء قالوا إن المقصود حر الرمضاء يعني أنهم شكوا إليه أنهم حينما يخرجون لصلاة الظهر في وقتها فإن الشمس تكون شديدة الحرارة وبالتالي يعانون في ذلك عناء شديدا، فشكوا إليه طالبين الرخصة في الإبراد، الإبراد يعني تأجيل صلاة الظهر إلى أن يتكون ظل للأشياء يستطيعون أن يمشوا في هذا الظل إلى المساجد. فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يرخص لنا في الإبراد، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بالإذن في الإبراد بصلاة الظهر. بعض العلماء يقولون بل المقصود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني تعذيب المشركين إيانا بحر الرمضاء فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا. وأيضا يؤيد هذا التفسير لهذا الحديث حديث خباب الذي ذكرته آنفا وهو قوله أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد البردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ انظر رد فعل الرسول عليه السلام، هو لم يدعو له وإنما استدل بهذه السنة حتمية الابتلاء فواساهم وعزاهم بأن هذه سنة ماضية في من قبلنا وهي أيضا قانون يسري على هذه الأمة وعلى كل من يسلك هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أنه عدل عن الدعاء الذي طلبوه والاستنصار إلى أن شرح لهم هذه السنة وذكرهم بحتمية الابتلاء. قد كان من قبلك يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرقه ثم يقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، واضح؟ والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر. الأمل بقى الأمل في المستقبل، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه العاقبة، انظر إلى العاقبة، لأن من تلمح حلاوة العاقبة كانت عليه مرارة الصبر، ففتح لهم باب الأمل في المستقبل فقال والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأطلق على محاولة القفز على هذه السنة وعدم احترام ذلك القانون الإلهي بأنه استعجال ولكنكم تستعجلون. ونحن قد رأينا ثمرة هذا الاستعجال، أن الاستعجال في الدعوة ثمنه فادح جدا. نحن نعيش في أسوأ مظاهر هذا الاستعجال، وإن كان هذا الحديث له شجون، حديث كبير جدا لكن لا بأس من إشارة عابرة، لأن الدعوة بما حصل فيها نوع من العشوائية
وكل من تصدر والتف حوله الناس أعطى نفسه الحق في الإفتاء وأخذ قرارات مصيرية في حق الدعوة حتى لو كانت تعود بأشد وأسوأ النتائج والعواقب على الساحة الإسلامية بصفة عامة. رأينا هذا الاستعجال للأسف الشديد في إخوة لنا ذات الإخوة في الصعيد، ورأينا المآسي التي حصلت من قبل، ولم يصغ أحد لنصح أحد وتمادى القول، ودارت الأيام والآن تراجعوا عن هذا الكلام وقد بذل لهم النصح كثيرا جدا من قبل، والخسائر التي حصلت للدعوة في هذا الأماكن. الآن ترى مبادرة وقف العنف وجميع هذه الأفكار التي تراجعوا عنها الآن، هذا شيء حسن، لكن أقول إن الدعوة مع ذلك دفعت ثمنا فادحا من إراقة دماء المسلمين ومن الصد عن سبيل الله، مع أنه ما أرادوا إلا الخير لكن وقعوا في هذا الصد. يكفي الأوضاع التي نسمع عنها في الوجه القبلي، إن مجرد واحد يمشي من تحت دي تبقى مشكلة كبيرة. حادثا مثل ما يسمونه غزوة سبتمبر وإعجاب شديد، طيب هو أنا أخبط خطة وخلاص، وأدام أنا تمكنت من فعلها أهدف العواقب وقربت لكم الصورة بصورة يعني مبسطة. لما كنا نتكلم في الرؤى وأثارها وتكلمت على مخالفة المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، وظل المسلمون لا يقتربون الترك، طبعا مقصود أواسط أسيا أو أعالي أواسط أسيا مش بس تركيا، فظل المسلمون يتعمدون أن يتجنبوا إثارة الأتراك أو الترك، إلى أن حصل حماقة من أحد حكام المسلمين في حادثة قتل بعض التجار الذين أتوا إلى بلاد المسلمين وتعرض لهم الناس بالأذى والوالي بالأذى، فأرسل ملك التتار إلى خليفة المسلمين يقول له هذا الأمر الذي حصل اعتداءك على أو اعتداء هؤلاء الناس على رسل من لدني أتوا للإتجار أو لأخذ بعض الأقمشة والمنسوجات وهذه الأشياء وحمل هدايا الملوك، إن كان هذا حصل بأمرك فلنا معك نتصرف، إن حصل رغما عنك فأخبرنا حتى لا تتحمل عواقب ذلك. فهذا بحماقته قتل هؤلاء الرسل، قتله يعني هي بطولة من يقتلهم، وبالتالي حصل مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوه، فحصل الهجوم التتاري الكافح، مذابح لم يشهد التاريخ مثلها في ساحة تتار لديار المسلمين كانت مأساة في حق البشرية كلها بسبب شؤم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الآن في أوضاع استثنائية، حادثة مثل ما يسمونه غزوة سبتمبر لو كانت حصلت في وقت الأمة في عزة وتمكين يمكن يكون الأمر على خلاف ذلك، لكن ونحن نتلقى الصفعات من هنا ومن هناك ومن الداخل ومن الخارج ثم يحصل مثل هذا الأمر وما نجم عنه من بلاء لم ينتهي حتى الآن. يكفي أن حتى الدويلة اللي هي يعني أقرب ما تكون للدويلة الإسلامية في طالبان انتهت تماما ومحيت من الخارطة في الواقع، الناس دي بتنسى المذابح التي جرت القتل الأمريكي البشع المتوحش للأفغان الأبرياء وقتل الناس وترمير النساء وتيتيم الأطفال وكل هذه الخسائر، ثم ماذا جنينا؟ الموقف عنتري واحد يكفي الأمة تتحمل ويفتح هذا الباب من العواقب الغير محسوبة، لكن لأننا كما قال النبي عليه السلام ولكنكم تستعجلون، هناك قفز فوق السنن، هناك قفز فوق القوانين. الحديث أعرف أنه يصدم عواطف كثير من الناس، وأتجنب دائما الحديث المختصر في مثل هذه القضايا الحساسة لأن تفصيلها يزيل الاشتباه فيها، لكن هذه إشارة عابرة إلى آثار الاستعجال وتعجل الثمرات والقفز فوق السنن مما يدفع ثمنه من دم الدعوة. نعود إلى حديث خباب، وساهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ماضية فيما قبل، مع أن الرسول عليه السلام كان مؤيدا بالوحي ومع ذلك لم يدعو لهم كما طلبوا، وإنما أخبرهم بأن هذا سنة حتمية، سنة الابتلاء إلى أن يقع التمكين مكافأة، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهنا سنن لابد من احترامها. مشكلتنا الآن في الساحة الإسلامية أن كل من
لمعت في ذهنه فكرة يسارع إلى تطبيقها بلا رجوع إلى العلماء، لأن أصبح المترئسين والمتصدرين يعني بيعتبر نفسه مركز ثقل لما له من جماهيرية أو تنظيمات أو كذا، فيستكبر عن الرجوع إلى كلام أهل العلم. ولذلك كثير من أصحاب هذه الاتجاهات يحرصون دائما على تحطيم العلماء وإفقاد الناس الثقة بالعلماء كي ينفردوا هم ولا ينزعجوا بكلام من ينتقدهم في أمثال هذه يعني التصرفات. فلنا عبرة في خباب وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أننا في ظلمات اليأس نبدد ظلمات اليأس بأنوار وبريق الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا واقع لا محال، والله لا يتمنى الله هذا الأمر. واضح؟ كذلك لما قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال لا تمكن حتى تبتلى، صح له هذا المفهوم، هي مش مسألة خيار، ده هي حتمية، لا تمكن حتى تبتلى. وهذا ما يؤيد أيضا درس التاريخ والواقع الذي نعيشه، أنت لا تجد ترجمة لعالم من علماء المسلمين أو داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ثم تجد بندا معينا لصيقا في ترجمة كل إمام من أئمة الهدى، فكما يقولون مولده تلامذته طلبه للعلم رحلاته مصنفاته شيوخه، أيضا يضعون فقرة إيه محنته كأن شيء لصيق لا يكاد يخرج عن هذه السنة أحد. ولنا في التاريخ عبر كثيرة جدا ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من تبعهم بإحسان، أئمة الهدى الأئمة الأربعة كلهم ابتلوا وعانوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. محنة الإمام أحمد مثلا من الملامح البارزة في هذا الطريق، إلى يومنا هذا لابد لكل من ينتمي إلى هذا الطريق من أن يدفع ضريبة الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تبارك وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وقال عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وفي حديث سعد قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما ازداد تشبهك للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حظك من الابتلاء، فلا مفر لأي إنسان من أن تسري عليه هذه السنة الحتمية وهي سنة الابتلاء. فبمجرد أن ينطق الإنسان ويدعي الإيمان بلسانه يطالب بالدليل الواقعي بثباته على الفتن والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فقط القول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، فتنة الذهب أن يدخل خام الذهب في الكير حتى ينصهر وتنفصل عنه الشوائب فيصفو الذهب خالصا نقيا من الشوائب، هذه عملية تسمى فتنة، وذلك تقول دينار فتين يعني ذهب خالص. فكذلك الفتنة كما قالوا في حق أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر رحمه الله تعالى. أما النماذج على طبيعة هذا الطريق فهي كثيرة جدا، سواء قصة ابن آدم وات عليهم ناب ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر القصة، هذه أيضا بدأ بها صورة من صور الصراع بين الحق والباطل. كذلك أيضا قصة المؤمن قصة حبيب النجار، وهذه القصة تدلنا على سرعة الانتقال من أول هذه الطريق على هذه الأرض إلى آخر هذه الطريق وهي الجنة، لأن هذا المؤمن حبيب النجار رحمه الله تعالى بمجرد أن قتله القوم دخل الجنة فورا، فأرسل من هناك برقية عاجلة وصلت بسرعة إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة يعني فقتلوه
فقيل له فورا ادخل الجنة. يعني هي مسألة ابتلاء. ولذلك الشهيد حينما يقتل لا يجد من ألم القتل إلا كإيه؟ مس القرص. يعني شوف هي في الظهر تكون ضربة بالسيف أو قنبلة أو قذيفة تنفجر فيه فتفتت أشلاء. الذي يحس هو به هو إيه؟ مثل مس القرص، أنه نجح في الاختبار خلاص، هو مطلوب أن ينجح في الاختبار وبذل نفسه لله، فبالتالي لا يشعر بأي ألم سوى كما تلفع الإنسان بعوضة مثلا، هذه القرصة هي التي يحس بها الشهيد. ثم ينتقل فورا إلى الدار الآخرة. هذا المؤمن حبيب النجار أرسل هذه البرقية بعد أن قطع هذه الطريق مع بعد المسافة بين الأرض وبين الجنة، لكن أرسل هذه الرسالة ووصلت في أقل من لمح البصر. إني آمنت بربكم فاسمعون. طبعا في التفسير نقول فقتلوه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا الداعية نصح قومه في حياته ونصحهم أيضا بعد انتقاله إلى الدار الآخرة. لماذا؟ لأنهم قال هم يتمادون في محاربة الدين لأنهم لا يعلمون، لأنهم يجهلون، لا يعرفون حسن عاقبة من يسير على هذه الطريق، ولو علموا ذلك لسلكوا نفس هذه الطريق. يعني الناس الذين يحاربون المتدينين بوصفهم بأنهم متطرفون وإرهابيون إلى آخر هذه الألقاب المنفرة، لو علموا الحقيقة لا سارعهم أن يكونوا أول المتطرفين وأول الإرهابيين، مادام التمسك بالدين يسمى إرهابا. فبالتالي يعني لو علموا هذه الحقيقة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فانظر إلى آخر كلمة قالها، إني آمنت بربكم فاسمعون. الجواب مباشرة قيل ادخل الجنة، فقطع الرحلة ووصل إلى نهايتها بالاستقرار في الجنة. أيضا ذلك الصحابي في إحدى الغزوات الذي كان في يده تمرات أثناء الجهاد، تمرات قليلة، ثم تأمل يعني كم يمكث في الدنيا حتى يأكل هذه التمرات، هي دقائق معدودة، لكنه قال لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمى بها ويعني غمس في صفوف الكفار فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فإذا هو أيضا في الجنة. وفي بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان يقول لمخاطبه والله إني لا أجد ريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، واضح، فأيضا خاض حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فهذه هي طبيعة هذا يعني الطريق. أيضا من تلك المشاهد قصة أصحاب الأخدود التي ذكر الله تعالى في قوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما ظلموهم، ما سرقوهم، ما آذوهم، وإنما فقط كل جريمتهم أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. وتعرفون أيضا القصة التي وردت في ذلك حديث صهيب في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد أيضا، قصة الراهب والغلام، لن نذكرها بالتفصيل، ولكن الشاهد فيها أيضا وقوع هذا الابتلاء وقول الراهب للغلام، أي بني إنك خير مني أو أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فالشاهد هنا أيضا كيف أنه أخبره بهذه الحتمية، لا بد من الابتلاء. يقول صاحب المعالم معلقا على قصة الأخدود، يقول إن قصة الأخدود كما وردت في سورة البروج حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله. إنها قصة فئة آمنت بربها واستعلنت ذلك الإيمان واستعلت به، ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين مستهترين بحق الإنسان. لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة فلم يستر لها حب البقاء. وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة كانت هناك جبلات شريدة مجرمة تجلس على النار متلهية بمنظر النار وهي تتوقد بالأجساد المؤمنة الطاهرة. يقول إن ظاهر تلك النهاية المؤلمة على هذه الطريق يحتك في الصدر شيئا بالمقاييس البشرية. يعني قد يستغرب إنسان كيف يكونون مؤمنين ثم ينتهي بهم الأمر إلى هذه النهاية، نهاية الإحراق في الأخدود.
ولكن القرآن الكريم يبدد هذه النظرة ويمسح ما يحيك في النفس بتعليم المؤمنين شيئا آخر، ويكشف لهم عن حقيقة أخرى، ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزينون بها وبمجال المعركة التي يخوضونها. إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ليست هي القيمة الكبرى في الميزان الإلهي. إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة وانتصار الروح على المادة، ولقد كان ذلك الانتصار لأصحاب الأخدود. ثم يقرر أن الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار، يعني كما يقولون من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. فإذا قدر الله واقع لا محالة بالذات في قضية الأجل، فمن ثم كل الناس يموتون وإن اختلفت أسباب الموت، ولكن ليت كل الناس ينتصرون هذا الانتصار الذي انتصره أصحاب الأخدود. يقول إنه كان في استطاعة تلك الفئة المؤمنة أن تنجو بحياتها مقابل الهزيمة لإيمانه، لأنهم كانوا يخيرون، ومن أصر على إيمانه فإنه يلقى في النار كما في القصة. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذره، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاحملوه فيه، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتخاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا من الأطفال الذين نطقوا وهم صغار. فالشاهد يقول إنه كان في استطاعة تلك الفئة المؤمنة أن تنجو بحياتها مقابل الهزيمة لإيمانها، الإيمان ينهزم لكن تنجو الحياة. ثم يتساءل ولكنها كم كانت تخسر هي نفسها وهي تقتل هذا المعنى الكبير، وكم كانت البشرية كلها تخسر بقتل ذلك المعنى الكبير، معنى قتل الإيمان مقابل الحياة الهزيلة المؤقتة. يعني هم إذا نجوا بحياتهم يكونون خسروا معركة الإيمان. ثم يذكر في استنباطاته أيضا أن قصة أصحاب الأخدود أخذ للمؤمنين وترك للمجرمين، وفي أكثر قصص صراع الحق مع الباطل في القرآن أخذ للمكذبين ونجاة للمؤمنين. يعلل ذلك بأن من حكمة الله عز وجل أن يستقر في حس المؤمنين في كل زمان ومكان أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية، نهاية أخذ المؤمنين وترك الكافرين. ثم يقرر واجب أولئك المؤمنين في مثل ذلك الموقف ويقول إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا، وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة، وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة، وأن يصدقوا الله في العمل والنية. ثم يعلل بأنهم أجراء عند الله، يعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، والمنتمون لهذا الطريق هم أجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير. يعني عواقب الأمور هذه بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يشترط أن يحصل التمكين في كل حال، بل قد يدعى المؤمنون أحيانا لعاقبة مثل عاقبة أصحاب الأخدود، فهم أجراء عند الله يعملون عند الله، والله عز وجل هو الذي يقرر مصير الدعوة. أما النماذج في زمن البعثة النبوية فلا شك أن الحديث يطول فيها جدا، نماذج الأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف وأطهر وأزكى إنسان عاش على هذه الأرض، وأفضل من سار على طريق الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله تبارك وتعالى، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآمر المشركون على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، تجرأوا بوضع الروث وسلى الماشية. السلى اللي هو زي المشيمة التي يكون فيها الجنين، الكيس الذي يكون فيه الجنين، فكانوا يأتون بسلى جزور فطرحوه على النبي
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو أعظم رأس على الإطلاق في تاريخ البشرية، ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى، رموه بالحجارة حتى دمت قدماه أو عقباه الشريفتان، وأيضا في الجهاد أوذي وجرح في جبهته وكسرت رباعيته، وشج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو صابر على ذلك كله. وصفوه بأنه ساحر كذاب، ألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ما كان هناك شخص آخر يؤذى معه صلى الله عليه وسلم. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال رضي الله تعالى عنه. عن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، يعني مزدحمون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أنه وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. كلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يرد هذا الرجل من خلفه محذرا الناس ومتتبعا وراءه في كل مكان يذهب إليه، إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، يعني يدعي النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وعن ربيعة أيضا: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم إلى ما جاء به من البدعة والضلال، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عروة رضي الله عنه أنه قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فالنماذج كثيرة، منها أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض:
أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، يعني ناقة كانت وضعت حديثا، فهناك سلى الجزور الكيس هذا أو الجلد الذي يكون في داخله جنين. فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى الخوف فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منع. قال فجعوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض. انظر إلى الأمر وصل إلى أي مدى. فجعلوا يضحكون، يضحكون من هذا المشهد، ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد التابع فلم يحفظ. قال فوالذي نفسي بيده، هذا ابن مسعود، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، قتلوا في غزوة بدر وألقوا في القليب إلى آخر. الحقيقة المواقف كما تعلمون كثيرة جدا في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في سبيل الله عز وجل، كذلك صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الابتلاءات، قصص كثيرة جدا، مصعب بن عمير وعمار بن ياسر أو آل يعني ياسر عموما، وكيف أنهم ثبتوا على هذا الطريق وصبروا على هذا الابتلاء مؤملين العاقبة، حسن العاقبة عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء مضوا جميعا، لكن بقي ذكر الصالح له، ذكر الدار، يذكرون ويترحم عليهم ويتربى عنهم، ويكونون أسوة لمن صار على هذا الطريق من بعدهم، وتاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه. أبو جهل يظهر في صور عدة وتحت أسماء مختلفة، أبو لهب يعود في أسماء جديدة، عبد الله بن أبي كممثل للمنافقين يعود في صورة وفي مظاهر جديدة، كما يقول الشاعر ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. هي سنة الله، من سنة الله أن التاريخ يعيد نفسه، فنفس طبيعة المعركة ما زالت قائمة. هناك من يريد أن يطفئ نور الله، هناك من يريد أن يصد الناس عن سبيل الله، هناك من يؤثر الدنيا ومتاعها على أن يبذل لدين الله عز وجل، أو على الأقل أن يكف شره عن هذه القافلة المباركة، وكل ميسر لما خلق له. فيعني العبرة تؤخذ بلا شك ممن هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من قمة هذه الأمة وهم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم باعتبارهم صفوة الأمم على الإطلاق. فنحن إذا قفزنا إلى الواقع المعاصر الآن لوجدنا كثيرا من نماذج الابتلاء، بسبب أن المسلمين يقولون ربنا الله وما نخاف منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولعل من الأمور الواضحة الآن أن كل العالم كله متحد على المسلمين، يريدون أن يعني يستغسلوا شأفتهم ويريدون أن يذلوهم وأن يقضوا على هذا الدين، وهذا من أقوى الأدلة على أن هذا هو دين الحق. لأن الإسلام لو أي دين آخر تعرض لعشر معشار ما تعرض له الإسلام من بداية ظهور هذه الدعوة إلى اليوم لكان في خبر كان، أو لحرف هذا الدين، لولا أن الذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نختم الكلام الليلة بتلك القصيدة التي كتبها صاحب الظلال، وهي معبرة في الحقيقة كثيرا عن هذا النموذج، نموذج صمود المؤمن أمام الباطل وأهله واستهانته بالحياة في سبيل إعزازه دين الله تبارك وتعالى. وهي معروفة لدى الكثيرين، لكن نجدد بها عهدا ونحدث لها ذكرى ونختم بها
كلامنا هذه الليلة. يقول: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر لتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك أشواقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل، ستبتر يوما فصبر جميل ولم يرم بعد عرين الأسود. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشد بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جنود الخراب، تمزق أحشاءها بالحراب وتصفعه وهو صلب عنيد. أخي إنني اليوم صعب المراسي، أدق صخور الجبال الرواسي، غدا سأشج بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح، وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثقة بالصباح، وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنى والشروق، وإن عافني الشوق أو عقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد. أخي أخذوك على إثرنا وفوج على إثر فوج جديد، قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته، فمن الذين قضوا نحبهم ومن الحفيظ على دعوته. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء. ولسنا بطير مهيض الجناح ولن نستغل ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح. سأثأر ولكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.